غالباً ما تبدأ الصباحات الجميلة بالوجوه الطيبة أو حتى إن كان بالرضا والقناعة الداخلية من القلب، فدائماً ما يحتويه 100% دائماً ما يحتويه القلب بنعكس على وجهك، على ملامحك، حتى على حديثك مع الناس، نبرة صوتك، كل إشي موجود بقلبك دائماً بنعكس على وشك. مشان هيك في ناس بقولك أنت ملأة، أول ما بتشوفه بتحبه بترتاح له نفسياً. فدائماً إن شاء الله هالناس حواليكم ومعاكم وببيوتكم دائماً قلوبكم عامرة بالصحة والرضا والقناعة والإيمان، فكل إشي معبي قلبك دائماً بنعكس على وجهك. إن شاء الله دائماً قلوبكم حلوة، وجوهكم دائماً مبتسمة، وبتبلش بالصباحات الحلوة زي ما أنا بشوف زملائنا أكيد، وبنتصبح بكل الناس اللي عم يشوفونا خلف الشاشة. أكيد إحنا ما بنشوفكم، أنتوا بتشوفونا، ولكن دائماً بحس بكل حدا فيكم، حتى مجرد أصواتكم اللي بنسمعها من خلال الاتصالات صرت أنا حافظيتها وعارفة مين أصحابها ومن وين عم يحكونا. فصباحاتكم أكيد سعيدة. نكمل معاكم مشوارنا الصباحي وحلقة بداية الأسبوع ويوم السبت، عادة ما بنبلشها بنفس التوقيت. كتير على فكرة ناس بيراسلوني إنه برنامج طبخ يعرض من خلال أو إحنا بنسمعكم خلال الهواء مباشرة وإحنا سايقين السيارة، فإن شاء الله بتوصلوا مشواركم بسلامة وصباحاتكم حلوة وسعيدة دائما بحلاوة قلوبكم. كملين إحنا معاكم مشوارنا الصباحي. رح نساوي اليوم طبخة صراحة، اليوم ندلل أهل البيت، بكرة في سكول، بكرة بدنا نرجع على المدرسة، فعادة الست بتكون معجوقة بدها تودي ابنها بدها تجيبه، أمور أولادها بالسليم، قعدوا على مقاعدهم، استلموا كتبهم إلى آخره. فالست بكرة يعني هذا ندائي للرجال، خففوا شوي على الستات غدا، خليهم شوي يأمنوا قلوبهم ويطمنوا على أبنائهم. لذلك أنا اليوم رح أعمل طبختي، ممكن تعمليها على يومين، وممكن كمان بكرة تعملي إشي سريع بحدها تحطي هاي الطبخة. فاليوم رح نطبخ طبخة رئيسية، وبكرة تيمنا وانسجاما مع السيدات والعودة للمدارس رح أعمل لكم إشي بسيط لحتى الست تعمل سفرة غداء بس كمان بدون ما يأخذ وقتها في المطبخ. اليوم بدي أسوي لكم يخنة زهرة. يخنة الزهرة إحنا مسوينها مطفية زهرة على لبن، عادة لما بزيد عنا منسف من اليوم اللي قبله بنعمل فيها مطفية زهرة، وفي ناس بيعملوا الزهرة على إدامها. إحنا في مطبخ التلفزيون الأردني عملنا كل هاي الأمور، زائد إنه كمان سوينا إشي اسمه طاجن الزهرة أو صينية زهرة بالفرن مع الطحنية. عادي جدا نقلب الوصفة تصير طبخة بطعم ولا أطياب وبطريقة غير شكل، ورح نعمل جنبها كمان رز بالشعرية. فاليوم رح أعمل لكم إياها مع الطحنية ومع اللبن بدون لبن منسف، وكمان مع عصرة حامض، والأحلى من هيك إنه رح يكون معانا شوية لحمة مفرومة، فرح نعملها يخني. صراحة طبخة كتير زاكية. اللي بيخاف من موضوع الزهرة رح أعطيكي هلأ تريك سريع كيف أحافظ على لونها الحلو مع اللبن، وكمان كيف أتخلص من موضوع النفخة للقولون للجهاز الهضمي، ما أتعب الجهاز الهضمي نهائيا. تمام، الطبق الثاني رح نروح برضو كمان على طبق سلطة نباتية للناس النباتيين، للناس اللي لازم ترفع نسبة البروتين بالجسم، للناس اللي بهمها نظامها الغذائي، سلطة منعشة بتغذي أولادك، بكرة برجعوا من المدرسة بيلاقوا هاللقمة بكيفوا عليها. رح نسلق شوية عدس حب تبع المجدرة ونحط عليها شوية خضار مع صوص كتير مرتب، ونعمل سلطة عدس بسيطة وكتير طيبة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ كل التفاصيل مع زملائنا بالجاليري والفنيين والشباب خلف الكاميرات، وكمان أنا وياكم رح نستقبل اتصالات الناس الطيبة. بنكون كتير أكيد مبسوطين لما بنسمع أصواتكم عبر الهواء مباشرة. بسم الله وعلى بركة الله.
الله نبدأ كل التفاصيل مع الزملاء على الهواء، وبعدين رح نطبق طبختنا. إشي كتير زعكي بالسمنة البلدية طبعا لازم موجودة. يلا لتحضير يخنة زهرة بطحنية مع اللحم المفروم، بدنا زهرة مقطعة لزهرات كبيرة، بدنا لتر ماء مغلي، معلقة صغيرة كمون، زيت نباتي للقلي. الصوص الأبيض هو عبارة عن كيلو لبن رايب، ربع كوب من الطحينية، معلقة 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون، نشا وكوب ماء، يعني النشا تقريبا معلقة كبيرة لمعلقتين مش أكثر. اللحمة رح أجيب لحمة مفرومة خشنة، أنا جبت عجل بلدي صراحة، رح أنزل عليها ملح وفلفل وبهار مشكل من إسناد. القدحة لما أقدم طبختي رح أنزل عليها ثوم مهروس، كزبرة خضرة مفرومة فريش، سمنة بلدية أو سمن عربي براحتك. للتقديم رح أقدمها مع رز مفلفل مع الشعرية من جوستو، وأحط شوية لوز محمص على طبق اليخنة. طبعا هون كالعادة زي ما تعودتوا علينا، جبت اللحمة من اللحام مفرومة خشنة، وزي ما هي على الدهن اللي فيها حطيتها على المقلاية. وإذا أنت شايفة ما في عندي مية، طلعي ما في عندي مي، بس المقلاية من تحت بتلمع، هاي الدهنة تبعت اللحم. تمام، وهيك أنا سحبت السوائل الدموية بدون ما تزنخ وبدون ما تشد، وضلت معاي أمورها بالسليم. رح نحط لها بعد ما نسحب منها السوائل ملح وفلفل وبهار مشكل من اسناد. صباح الخير يا مرام. بسم الله. السلام عليكم استاذ علاء. اهلا. وعليكم السلام يا قمر. اهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك، صباحك ورد حبيبتي. كيف صحتك؟ كيف امورك؟ انا منيحه، سمعنا هالصوت الحلو وخلص الامور. الله يسعدك يا رب، والله حبيت اصبح عليك احلى صباح. والله والله احلى صباح بوجودك يا مرام. من وين عم تحكينا؟ من معان. والله معان العز، اهلا وسهلا فيك وباهل معان حبايب القلب. يسعدك يا رب، والله حبيت اصب عليك واسلم عليك حبيبتي. ان شاء الله احنا وانت والجميع دائما بالف خير يا رب. امين يا رب. وصفاتك كثير طيبين. والله والله وصفاتي طيبه بس ما بتعلى على وصفاتكم اهل معان. الله يسعدك والله. من بعدك كثير. والله من بعدك كيف علاء. لا حبيبتي انتوا البركه، حاشاكم انتوا البركه، ما شاء الله عنكم. الله يسعدك. تحياتي لك ولاهلك ولعائلتك الكريمه يا قمر. الله يحفظك لحبابك. الله يسعدك ويطول عمرك. تحياتنا اكيد لكل ابناء المحافظات عامه. الحمد لله ما كان في مشوار لي مع التلفزيون او حتى على المستوى الشخصي الا تلاقيهم على باب المحافظه بتقاتلوا صدقا، كانوا يزعلوا من بعض مين بده يتسابق يستقبلنا. فالله يديم الخير عليكم جميعا. سحبنا السوائل، ملح وفلفل، شوية بهار مشكل بعد المقلاية عن الغاز، لأنه أنا ما بدي أطبخ اللحم كتير، خلص سحبت سوائلها بدي أطبخها مع اللبن. صباح الخير يا أم أسامة. الورد والسعادة. والله ما أنا عارفة إيش بدي أحكي لك يا سيف. الله يسعدك. لا احكي، المايك معك، خدي راحتك. تنقذينا من كل شغلات كتيرة. تدالة لست الكل بخدمتك. بدي أطبخ فأنت تنقذينا قاعدة ونعمل زيك. انت البركه ولا. الله يسعدك. والله من الصبح محتار اجي اطبخ، بس خلص اطبخ الزهرة. يا ويلي شو زاكي، يا ريتني قريبه والله تدللي باجي انا بطبخ لك. الله يسعدك حبيبتي ام اسامه، الله يعطيك الصحه ست الكل. عليك يا حبيبتي، ان شاء الله صباحك حلو بحلاوه قلبك يا ام اسامه. وعينيك يا ربي، خليك اولادك يا رب. طول عمرك ست الكل، اهلا وسهلا فيك وصباحك سعيد. شفتوا مش بحكي لكم، كل واحد ايش في بقلبه بنعكس على كلامه على حديثه على كل شيء، حتى موضوع المجامله. احنا يعني شعب مثقف والناس ما شاء الله عليهم، فحتى موضوع المجامله بتلاقي اللي مقابلك بصيدك اذا انت بتجامله. فيا رب نكون عند حسن ظن الجميع. معنا كمان اتصال. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو طيب احنا هون شو عملنا؟ نزلنا كيلو لبن رايم. صراحة بهاي الوصفة يا محلى اللبن يكون قديم، يعني انا جبته يوم الخميس على الاستديو كرمال هيك فيه حموضة،
نسبة الخمار اللي فيه بتعلى، فالحموضة في اللبن بتتركز. هلا طبختك حامضة زاكية جاهزة، الزهرة بتحب اللبن الحامض، نزلنا كيلو اللبن صح؟ حطينا عليه ربع كوب من الطحينية، ودائما الطحينية بتخض العلبة كرمال نخلط اللي هي زيت السيرج اللي فوق مع السمسم اللي تقيل مطحون تحت، بتخض العلبة منيح وبتحطيها. هلأ احنا بدنا نحركهم مع بعض، ضروري تستخدمي الويسك لحتى نحصل على قوام متجانس. بعد هيك نزلت كوب مي، المي ممكن يرجع يشد معاك اللبن، بتحطيها متى؟ بعد ما تحطي، يعني ممكن تزيدي وتنقصي لما نشوف موضوع النشا. صراحة النشا أنا يعني بدي إياه لبن، نكهة اللبن. إذا إحنا رح نكتف فيه فقط بمعلقة، لأني أنا مش عاملة مهلبية، هي شوربة بس أنا بدي إياه يشد ما يفرط. اتفقنا؟ كله على البارد، مشان هيك حطيت الطنجرة قدامي على البارد. يلا رح نحرك ونضل نحرك، طولي بالك عليه على الآخر علشان صير عندي قوام متجانس والنشا كمان يتجانس مع الخليط. شوفي يعني الطحنية مع اللبن مطبوخ على الغاز والله العظيم خرافة. احنا سويناها صواني وكانت كتير زاكية، بس اللي بجرب هاي الوصفة كتير رح تعجبه. هلأ هون انا القوام عندي تقيل، رح احط كمان شوية مي. عصرة الليمون ما بنحطها هلأ، عصرة الليمون بنحطها في نهاية المطاف، لاني اذا حطيتها هلأ فورا بتفك، بفك اللبن والطحنية بتكعكل هيك بتصير بتشد. فكل هاي الامور التكنيكال مهمة جدا في التعامل مع المواد. شوف القوام متجانس، القوام شوية تقيل. هلأ صراحة إذا بدك تحطي مرقة لحمة يا سلام بصير، بس أنا ليش حطيت مي؟ عشان الماء بدها تحط لحمة وبس بدها تطبخها هيك بيزبط. فما عندك لبن منساف، الفرن الجرة مخلصة، بقدر أدبر حالي بطبخة جديدة، راس زهرة وعلبة لبن وصحة وهنا على قلبك. طيب هلأ هون أنا خلطته، بدي أروح فيه على الطنجرة على الغاز وأستمر بعملية التحريك عشان ما يفرط معاي اللبن بهالوقت، بس خلي تطلع درجة حرارته. رح نحكي عن الزهرة، أنا هاي الوصفة تعلمتها من ستي، كانت الله يرحمها ويرحم اللي ماتوا. هلأ إحنا هون الأرنبيط بينفخ، بيغلب الجهاز الهضمي، بيغلب القولون إلى آخره. فإحنا شو كنا نسوي؟ نسلق الأرنبيط أو الزهرة، نسلقها وبعدين نقليها. فكانت الله يرحمها شو تقول؟ أول إشي اقليها بعدين يا ستي نزليها بالمي اسلقيها. فأنا كان يتراود لنفسي ليش؟ لما خلصت سلق قالت لي تعالي شوفي لون المي. هلا أول إشي عملية السلق للأرنبيط عشان أطبخها على إدامها وإلى آخره، أتخلص من عملية النفخة باللي هي المي المغلية ومعلقة صغيرة كمون. فأنا حطيت مي مغلية، حطيت كمون، نزلت فيها الأرنبيط وسلقته بعد ما قليته. ليش؟ هلأ هون طري معاي حبة الأرنبيط، لما أنا قليتها أول إشي شدت، بس إذا سلقتها قبل رح تفرط معاي بالقلي. إذا أنا ضلت معاي، شوفي حبة الأرنبيط ما أحلاها، شوفي كيف ماسكة حالها. لو أنا أول إشي سلقتها بعدين قليتها رح تفرط في المقلة، بس لما أنا أقليها وبعدين أسلقها ضلت ماسكة حالها. هذا أول سبب. تاني سبب واللي هو الأهم، إنه أنت لما بتقلي الزهرة منيح طعمها زاكي بالطبخ، بس هون هذا كان لونه أحمر أكتر من هيك من زيت القلي. اللون تبع الزهرة خلينا اللون يصير فاتح وحلو مناسب للون اللبن بعملية الغلي، فاللون لزيادة نزل بالسلق. وهيك من يومها، والله بجوز كان كنت بصف عاشر والله أعلم، مش عارفة إشي زي هيك. فمن يومها وأنا بعملها بهالطريقة، ما بتغلب، وأنا زيكم يعني زي جزء منكم برضو، موضوع القولون سيء، بسلقها بعد ما أقليها بالمي والكمون والأمور بالسليم. هلأ هون اللبن أنا بدي أخلي درجة حرارته تطلع تقريبا من 40 إلى 60، تمام؟ يعني بدي أخلي إيدي أحس هون بهبو اللبن على درجة حرارة جسم الإنسان. بعدين ضلك حركي بهالشكل وبشد معاكي، وهاي أطيب وصفة لللبن. فيك تحطي فيها زهرة، فيك تحطي فيها مثلا فول أخضر تسويه على لبن وطحنية، كتير كتير إشي طيب. اللي بحب هاي الشغلات البلدية بستمتع بطعمها. هلأ هون اللحمة عندي جاهزة، أول ما يبلش يغلي معاي اللبن أول غلوة رح أنزل اللحمة المفرومة هيها، وبعدين رح أنزل الزهرة شوي شوي، الزهرة مسلوقة ومقلية يعني هي جاهزة، بس تتقلب تقليبة واحدة على الغاز والسلام، تمام؟ يعني أسرع من هيك طبخة ما فيه. وفلفلت لهم رز والأمور بالسليم. الرز شوفي معاي الرز إلى تقريبا قديش ساعة،
كان تقريبا له ساعة ونص لساعتين. حبات الرز عشان تضل معك نثرية، فلفلت الرز بدري، عندك مشوار بدهم يجوا يتغدوا العيال وزوجك بروح بدري مثلا، هذا الرز البسمتي إذا ما فرشتيه على صدر بيلزق ببعضه، فكيف أنا أدير بالي عليه؟ إذا بتشوفي طلع إيدي هذا لأني حمصته، أنا ما أدحت له، حمصته بالزيت، معلقتين ثلاثة كبار زيت، نزل عليهم الرز المنقوع والمغسول والمصفى وحمصي، لما يبلش يلزق بالطنجرة نزل عليه المي. شوفي كيف الرز نتري بالرغم من وجود الشعيرية، والشعيرية أصلاً نوع من أنواع النشويات، فبتخلي الرز يخبص. هاي الشعيرية صراحة أول إشي نوع الشعيرية، وتاني إشي أني أنا كمان حمصتها. الشعيرية كيف أتعامل معها؟ شعيرية جوستا، أنا كتير عاجبني الباكيجينج تبعهم، 300 جرام. هاي الكمشة حطيها كلياتها بالصينية، تمام، صينية الفرن وتحت الشواية بدون ولا زيت، وضلك حمصيها على درجة حرارة الفرن. شوفي ما أحلى البكيت، وبس تحمصيها كلها، بس تبرد حطيها بمرتبان، كل ما بدك خدي كمشة وروحي حطيها على طبختك. فهيك إحنا كمان بنكون اختصرنا شوي بالوقت. بدي أفتح لكم إياها تشوفوا كيف لونها من الداخل. أهم إشي بالشعيرية تطلعي على الملصق الغذائي اللي بالخلف، قديش فيها نسبة كربوهيدرات، قديش فيها بروتين، قديش فيها دهون إلى آخره. هذا الإشي بيختلف في موضوع الفلفلة. شوفي أنا جربت على فكرة، اللي بيفطر شعيرية محمصة وسكر منكم رح تنبسطوا عليها. شوفي كيف حبتها سليم رفيعة، ما بتخبص معاكي وبتاخد لون حلو وكتير زاكية صراحة. جوستو يعني بكل فخر منتج أردني، أنا عن نفسي كتير مبسوطة عليهم، يعني حتى قلت لهم بعثت لهم للجماعة الله يسلم إيديهم على هيك منتج صراحة، إشي ببيض الوجه كمنتج أردني، والأحلى من هيك إنه بالصدارة صار ويصدر لمختلف البلدان. رح نرجع معكم على اللبن. شوفي بلش يغلي، من وين تبلشت أشوف يغلي؟ هيو من النص نحرك كمان شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفة قوام اللبن. هلأ صراحة الطحنية مو زاكي يكون خفيف، تنسيش إنه لبن رايب. هلأ رح أنزل اللحمة، أنا هون حاطة صراحة رأسين زهرة كبار وكيلو لحمة عشان أدلل أهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أنا ما حطيت زيت واللحمة عندي على دهنتها، يعني الدسم كله موجود في اللحمة، خلص الأمور تمام. هلأ نستغني عن الويسك عشان ما يحمل اللحمة، أو اللي هو المضرب السلك، وبنبلش نحرك في الاسباتولا. شوفي كيف لون اللبن، شوفي اللحمة، هلأ كل الدسم، تلاقي كل وجه اللبن صار من دسمة اللحمة. حنحرك بهالشكل شوي شوي على الهدا، وبنطبخهم بهالطريقة. هلأ شوي بلش يغلي معاي، كمان بدي أنزل الزهرة عشان الطحنية لما تفوت على الزهرة رح تاكلي لقمة حامضة، إشي كتير زاكي صراحة، وإن شاء الله إنها بتعجبكم. يعني قدر المستطاع من هاي الأطباق أنا بوجه رسالة بإنه ما عندك دجاج، ما عندك لحمة، ما عندك سمك، الوضع المادي مقصر، كل الناس عندها ظروف، ما تشعري إنه أنت اللي مش عايشة صح وغيرك عايش صح أبدا، طول ما الصحة تمام إحنا تمام. فممكن نعمل رز زهرة، علبة لبن، فنجان طحنية، ونفلفل كمشة رز، والسلام ختام. فهذا الإشي بده ست شاطرة بالإدارة بس. رح ننزل الزهرة على هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، تقلبي لها قلبي على الغاز غلوة يعني بهالشكل، ورح نتعامل معاها شوي شوي. شايفة كيف معاي الزهرة ما أحلاها، حتى العرق من هون زي الزبدة صار طعمه، لأني أنا سلقته بطريقة ذكية بدون ما تفرط الزهرة معي. شوي شوي على الهدى، بسم الله فيها بركة، احنا راح نحط المناسب. يلا هلا من وين بدنا نحرك؟ من الحواف، من هون، ما باجي من هون راح تفرط، من هون بسم الله الرحمن الرحيم بهالطريقة شوي شوي، خليها تغلي براحتها وتاخد الريحة، وهيك أنا راح آكل يخنة زهرة باللحم المفروم نتكتكة. وعلي موضوع الكمون، حطي معلقة كبيرة من الكمون للليتر، ما بيغير لون الزهرة أبدا أبدا أبدا، أمورها بتضل بالسليم إن شاء الله. وهيك بتصير طبختنا جاهزة. بعد ما حمصنا الرز والشعيرية نزلت عليه مي وملح بس بكل بساطة. شوف إذا بدها كمان زهرة هننزل كمان شوي. طيب صار وزاد معاي زهرة زي ما زاد مع الشيف، شو أعمل؟
هاي الزهرة مسلوقة يا إما بتفرزيها ما بتطلع ريحة لأنها مسلوقة، أو تحتفظي فيها بتبروير لتاني يوم بتعملي فيها كمان قصة، اعملي فيها عجة، أو يا ست العزيزة ارجعي شمميها النار بالإير فراير أو تحت الشواية بالفرن أو على الزيت، ارجعي إليها بتطلع مقرمشة، فيش إشي بخرب وفيش إشي ما بطلع زاكي، بس شوية إدارة. هلأ هون رح أرجع أحرك من بعيد على الهدى بطريقة دائرية من الحواف، خليها تشتغل براحتها على الغاز، وبعدين رح نجهز لموضوع القدحة. طبعا اكيد القدحة ما رح اشغلها الا لما نسكب طبختنا عشان ما نخسرها. رح احط شوية معلقتين كبار من السمن البلدي، بسم الله الرحمن الرحيم، سمنة الكرك، يا سلام، الله يديم الخير على الجميع. فعلا الشغلات اللي بتيجي من المحافظات مش معقولة ولا بأي شكل إشي، الله يا رب يعطيهم الصحة. التوم المهروس فيك تحطيه مع القدحة على الوجه، وفيك تطبخي مع اللبن واللحمة، يعني هاي صراحة أمور شخصية، أكيد بترجع إليك أنت شو بتحبي، أهل بيتك شو بحبوا. أكيد رح نحمص شوية التوم مع السمنة، بعدين بننزل عليه الكزبرة عشان يضل النكهات هيك مع بعضها. صباح الخير يا أم عبد الله. كيف الحال؟ اهلا يا ام عبد الله، صباحك ورد. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا ست الكل، عافي عمرك. الله يسعدك والله، انها اكله اليوم بتشهد صحيح يعني. والله ما هي زاكي الزهره، زاكي. لا الله انا بحبها كثير والله. انا بحبها صراحه. الله يسعدك. بدي اسالك، ما بتحط عليها بهارات منسف؟ بصير طعمها كثير لذيذ جدا زي هيك. ايش هو ست الكل؟ ما عم بسمعك، وضحي صوتك. بهارات منسف. قولي البهارات. بهارات المنسف. احط عليها بهارات منسف بصير طلع كثير زاكي. كثير بصير طعمها زاكي، كثير بطلع زاكي، لانه موضوع لبن، اي شيء لبن صراحه بلبع. معاكي حق يا ام عبد الله، بس لو سبقت شوي كان طلت من الخزانه وحطيت. ما شاء الله عنكم ست الكل، مشان هيك بقول لكم اللي بطبخ بحب تلاقيه عم يطلع معاه شغلات. بدي اورجيكم قوام اللبن. يفترض انه اللبن يفرط اول ما يشم اللبن الرايب ريحه النار، لازم يفرط. بس بما انك انت خلطتيه صح على البارد، النشا على حرارة الغاز بشد. شوفي شوفي كيف، ولا كأنه لبن وطحنية، مش ضروري لبن منسف، مش ضروري مرقة، خلاص تمشي الأمور. شايفة كيف؟ آخر إشي بنحط عصير الليمون، رح أهدي النار خليه يغلي براحته، ونسكب الرزات بهالوقت، نستغل الوقت. طبعا انا استخدمت بهار مشكل بس على اللحمه، هي بهارها انا غليتها بالكمون، نكهه الطحنيه والليمون والملح والفلفل اللي من اللحمه، فحطيت بهار مشكل من اللحمه من بهارات اسناد، واستخدمت شويه كمون من كمون اسناد. وزي ما حكيت لكم في هاي التعبئات اللي هي العلبه البلاستيك، وفي هي هاي العلب الكرتونيه، والله يعطيهم الف عافيه فعلا، يعني إشي والله بفش القلب بالشغل. صباح الخير يا ميساء. ألو. ألو صباح الخير. أهلا كيف. صباح الورد والياسمين. حبيت أصبح عليك، في زمان ما حكيت معك، وعلى الكادر اللي معك لسوء حظي يا أمر. أهلا وسهلا ست الكل. الله يعطيك ألف عافية. الله يسعدك، عافية عمرك. هاي الأكلة شوف أنا بعملها زاكي زاكي، بعملها بسفاين مرات زاكي، سفاين مقطعة. حلو زاكي برضه. والله جربيها زاكي. بحبوها أهل البيت. والله بحبوها. الحمد لله، الله يديم النعمة يا رب. الله يعطيك ألف عافية. يسعدك ست الكل، يسعدك، سلامة خيركم. وإحنا يعني أنا عارف إنه أنتم بتعملوها، بس لهالستات الجدد أو الصبايا والعرايس الجداد بنحاول نوثق المعلومة بإنه هاي الطبخات القديمة برضو إلها ناسها وزاكية وطيبة وما شاء الله عليها، ولكن الخطأ فيها وارد بإشي بسيط جدا. بعد الفاصل بكون أدحت التوم وبتكون غلط صراحة، بدي إياها تغلي شوي تاخذ النكهات، خليها براحتها. بننزل القدحة أنا وياكم، وبعد الفاصل عشان نعمل كمان سلطة عدس، ونعمل من العدس تبع المجدرة كمان صحن سلطة وكمان مشخص. فاصل رجل، خليكم معنا. Yeah.
شفنا من جديد. اللبن ما فرط والأمور تمام، ودقته أنا خلال الفاصل كان بده شوية ملح. ما رح استعجل على الطبخة، بقدر هلأ على الهواء مباشرة. أنتوا بالآخر وبالأول مشاهد ما رح تدوقوا طبختنا، بقدر أسكبها وأعملها الأضحى والسلام ختام. ولكن إحنا قلبا وقالبا أكيد مع ست البيت بمراحل وخطوات التحضير، لسه بدها غلو على الغاز إشي بسيط. والزهرة تعال شوف الزهرة، خليها تغلي للصبح إذا فرطت علي. هيا شايفة، طلعي شوفي اللحمة معاها ريحة الدسم. لسه هلأ شوفي مع الكزبر، هيها الحبة كاملة زي ما هي، واللبن ما شاء الله يعني إن شاء الله بتمدوا دايما الأكل بالأفراح والسعادة وراحة البال. خلينا ناخد بها الوقت مقادير السلطة نعملها ونسكبها، بتكون طبختنا جاهزة. يلا سلطة عدس نباتية مع الرمان. بدنا نسكب عدس مسلوق اللي هو تبع المجدرة البني، رمان فريش، بقدونس مفروم، نعنع أخضر فريش، خيار مقشر مفروم، بندورة مفرومة ناعم بدون بذور لأنها رح تخلي العدس يفشفش كتير، فأنا بشيل البذور. كمان رح أنزل عليها الدريسنج اللي هو عصير ليمون بالإضافة لزيت الزيتون ودبس الرمان وعسل وملح ودبس رمان. عصير ليمون وزيت زيتون ودبس رمان وملح وعسل. يلا هلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا ننزل المكونات كلها من السلطة. ضروري هاي السلطة تنزلي الدريسنج عليها عشان تشرب العدس المسلوق. هيا ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا. يا أخت علا، أنا وزوجتي دائماً من راقب برنامجك، يعطيك نعم. ألف عافية على الريسيبيز الحلوة. الله يسعدك الله يخليك، بس علي لي صوتك أخ نبيل، الله يطول عمرك يا رب. تفضل. إحنا منتشكرك جزيل الشكر على كل شيء أنت عم تعمليه، ويعطيك ألف عافية. الله يسعدك وبخدمتكم دائماً أخ نبيل، الله يسعدك. سلامي لزوجتك الكريمة. الله يخليكي إن شاء الله بتضل لك. في عندنا سؤال. نعم. دائما بتحكي لنا عن بهارات اسماك. صحيح. واحنا رحنا على اكثر من سوبر ماركت. نعم. وما بنلاقيها، يعني كل السوبر ماركت الرئيسيه زرناها وسالنا بقولوا مش موجوده. نعم. هل في محل محدد انت بتعرفيه اللي نقدر نروح ونلاقيها موجوده فيه؟ أنا اليوم خص نص عشانك أخ نبيل وعشان المشاهدين الطيبين. أولا مجرد ما أنك سألت على بهار معناته إحنا محل ثقة عندك، فهذا أنا أشكرك عليه، وتحديدا وعشانك وخدمة لعيونك اليوم. هلأ بعد الحلقة بتواصل مع الشركة الموردة للبهار وخص نص بوست كرمالك رح ينزل على جميع صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يقولكم عن قائمة كاملة وين بتلاقي بهارات إسناد وأقرب مكان لعندك بتقدر تزوره. حاضر بخدمتك ولا يهمك. صباح الخير يا محمد. يعطيك العافية. أهلا يا محمد، صباح الورد، عافية قلبك. شكرا على مساءك الطيبة وعلى الأشياء الجميلة، والصراحة يعني ما بتبخلي على الناس بالطريقة الحلوة اللي بتعطيهم إياها. الله يسعدك يا محمد، عنا وعندكم الخير دائما ان شاء الله. بدي منك طلب اذا بتقدر تؤمر. تؤمر دلل تؤمر. والله طريقه اسكندر كباب التركيه هاي. نعم اذا في مجال اسكندر كباب التركي. نعم اذا بتقدر. نعم. يعني هلا بعطيك اياه بشكل موجز وسريع، ولكن بتقدر تشوفه على اليوتيوب لانه احنا سويناه بالوربات، عجينه وربات، وسويناه بكثير افكار صراحه وطرق تقديم مختلفه، بس انا هلا بعطيك المقادير بشكل سريع. حاضر امرك يا محمد ولا يهمك. يلا حطينا هلا بالدريسنج زيت زيتون، عصير ليمون، دبس رمان وعسل، وهي كمان الملح. والبروتين اللي موجود في البقوليات بيحتاج للملح والحموضه لحتى تستمتعي باللقمه اللي انت فعلا عم تاكليها. الاسكندر كباب هو عباره عن لحمه مفرومه كباب، عصير بصل وليس بصل، بتضربه على الخلاط وبعدين بتصفيه بالمصفاية الناعمه، ملح وفلفل، بنحط بقدونس، دبس فليفله، او اذا بدك حبه فليفله لحمرة فرش على مكينة اللحمة، بتطحنها على الوجه الناعم، بتعصرها، بتشيل المي على جنب وبتاخد اللب اللي احنا طحناه من الفلفل الحلو الأحمر، ملح وفلفل، وبهار عثماني، هو بهار تركي خشن لونه أحمر، في أماكن بالأردن بتبيعه. معنا اتصال. ألو صباح الخير. ألو ألو صباح الخير. ألو يا سمر صباحك ورد.
اهلا وسهلا وميت مرحبا، اهلا بالحلوين. الله يسعدك يا قمر، بس علينا صوتك عشان نسمعك. بسم الله. احكي لك دائما متابعينك ونشوف صوتك الحلو والله. حبيبتي ما بنستغنى عنكم جميعا، الله يديمكم يا رب حبيبتي. الله يسلمك. بدي اسالك بس انا دائما بعمل كيف ما بضبط معي، بس لما احكينا طريقه كيف. طريقه عمل؟ كيف الجالب دائما بعمله ما بضبط. معلش انا ما عم بسمعك منيح، الزملاء بساعدوني. اهلا وسهلا فيك ست الكل، هلا بيساعدونا الشباب وتدللي بخدمتك. سلطه جاهزه والطبخه جاهزه والحلاوه والالوان والصحه، حافظوا على صحتكم من اول الطريق، لا تستنى على حالك تمرض بعدين تقول بدي اتحمى، بدي ادير بالي، بدي ابعد عن البروتين، بدي ابعد عن النشويات وهكذا. دائما خليك انت دكتور نفسك لحتى ان شاء الله يا رب نضل بالصحه والعافيه دائما. هلا صار وقت لحتى نجهز الادحه. يلا بسم الله. بتعمل كيك وما بنفش معاها. أسباب فشل الكيك المنزلي، كل إشي سوائل، حليب، لبن، بيض لازم يكون بحرارة الغرفة، الطحين لازم يكون منخول، بس أنا عندي طحين الجمل ما بنخله بصراحة. يمكن استخدام أنواع جيدة من الطحين. إذا أنت كنت شاكة بنوع الطحين اللي عندك، نخليه مرة باثنين وثلاث، الهواء بفوت بجزيئات الطحين فبطلع. الفرن محمى مسبقاً 180، الرف الأوسط مسبقاً يعني ربع ساعة ثلث ساعة بدون مروحة على الرف الأوسط، وهاي الأمور كلها بتلعب دور في النتيجة النهائية. طبختي صارت جاهزة، اللبن عقد، الأمور تمام، وهو بغلي بدون ما نحرك عصرة ليمون. يلا بسم الله. طحين ولبن وليمون وزهرة، يعني إشي زاكي جداً. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكل دائري من الأطراف زي ما اتفقنا، وبس الزهرة استوت وما فرطت، هذا إشي كتير مهم. اللبن متجانس ما فرط، والطعم غير شكل، السمن البلدي والثوم على الغاز. وإلى أهل الكويت الحبايب، اتصال مباشرة من الكويت. ألو صباح الخير. صباح الورد والياسمين والفل عليك وعلى الأردن كلها. وكمان بدي كمان، انا بطماعه الحين بتكلم حبيبتي. صباحك ورد ست الكل، كيف حالك؟ الله يسلمك حبيبتي. انا ما راح اضيف اكثر من مشاهدين في طول السنين اللي فاتت، فاحكي باختصار الرقي والذوق والمصداقيه. نعم. اضافه بالنسبه لي الحين اصبحتي مركز جذب سياحي، فلو سمحتي أبي أجي الأردن مخصوص لك يا حبيبتي، وسدر بيتي مفتوح لك. والله سدر بيتي تحت أمرك. يسلم راسك، بس أبي أشوف متى عندك مشاركة أو دروس تقدمينها عشان أجي بس مخصوص للأردن. قلت لك أصبحتي مركز جذب سياحي حق الأردن، كثر خيرك لأن أهم شيء عندك البصائرية. حبيبتي الله يسعدك ويديمك، وتحياتي لك ولأهل الكويت الحبيبة، ويقدرنا نكون عند حسن ظنكم. يعني بيتنا مفتوح لك وبيت الأردنيين كله تحت أمرك، تتدللي بأي وقت. بس ياريت تعلنين متى يكون عندك إيفنت في أي مناسبة بالأشهر القادمة لو سمحتي، وكثر خيرك وعسى الله يكثر من الأمثال. أنا موجودة ست الكل بأي لحظة وبأي وقت، راسليني على الانستغرام وبعطيكي رقم الخاص، وبس توصل الأردن إلك واجبك من حد ما تفوتي البلد لحد ما تغدريها تتدللي. أهلا وسهلا فيك بكل وقت، وتحياتنا إليك ولكل الجالية الأردنية وكل إخواننا الكويتيين بالكويت الحبيبة، يعني شعب خير معروف. الله يعطيكم. أنا تقريباً طيلة أيام الأسبوع بيكون عندي فعاليات وعروض طبخ في مراكز البيع الرئيسية، وعشانك أنا مستعدة أعمل أي شيء بكل مكان وبأي مول، وبرجع بقول لك تدللي. أهلاً وسهلاً فيك بكل وقت ست الكل، وشكراً على إطرائك الجميل. هذا الصوت الحلو أنا ما بهديه إلا لأهلنا وأهليكم الحبايب. هلأ هون أنا شو عملت؟ التوم أخذت نكهته على السمنة، صح؟ شلت التوم ما نزلته كله، خليته يتحمر عشان أخذ هاي النكهة. بعدين رح أجيب شوية سمنة صغيرة أو زيت زيتون عشان
ما أغير نكهة السمنة، بدي نكهة السمنة بالثوم فقط، راح أنزل على زيت الزيتون كزبرة، برضو هاي تعلمتها من ستي. ما بحمص الكزبرة مع الثوم والسمنة البلدية عشان ما أضيع نكهة السمنة. هلأ سمنة وثوم أوكي، بس لما تنزل الكزبرة بتروح نكهة السمنة البلدية، وزمان كان الإشي صعب مش متوفر وكان غالي كتير، فكان الستات عندهم حسن إدارة باستخدام المنتجات. هلأ هون قليت الكزبرة إشي بسيط ما خسرت نكهتها. هلأ بهالوقت رح أروح أنزلها على طبختنا، وهيك صار في عندي سمنة مشخصة وكزبرة عالي العال والأمور تمام. هل هاي بخسرها؟ ما بخسرها، رح نجيب شوية لبن يعني هيك ضلت الكزبرة مشخصة وريحتها غير شكل. الله يا سلام، صحة وهنا وألف عافية على قلوبكم وقلوب أهليكم إن شاء الله. نتفت اللوز وأزكى أكلة، وعملت أكلة فخمة جدا وما كلفت حالي بلحمة ولا بدون، مش مهم، صحة وهنا على قلبكم إن شاء الله. ما نكون قصرنا وهيك استفدتوا تركات أهم بكتير من الوصفة. بهالوقت لازم أقدم كمان صحن السلطة. يلا علي شو رأيك، رح نوديه جنب الرزاق، خد راحتك وأنا رح أجهز المكان لحتى صحوننا ما تتوسخ وتكون بالسليم. هلأ هون بتهيألك إنه السمنة كتيرة، مو كتيرة لأنه الزهرة بتسحب، يعني قد ما تحطي لحمة قد ما تحطي سمنة قد ما تحطي لحمة قد ما تحطي ملح الزهرة بتسحب النكهات. يلا
هيك للأسف نكون وصلنا اليوم لنهاية الطريق معاكم، حاولت قدر المستطاع. نرجع نذكر بعراقة الأطباق الشعبية التقليدية، أيام زمان كيف كانوا يدبروا حالهم، كيف كانوا عايشين، كيف كانوا يعملوا أحلى الأطباق، كيف عملوا شباب وبنات وكبار وصغار لهالبلد الكريم، كيف ربوا أجيال وتعبوا عليهم. فدائما في رسالة من بين السطور، ومن خلال اتصال المتابعة والمشاهدة لنا من الكويت الحبيبة دولة الكويت، ذكرت بأنه شكرا على فضلك. هو صراحة الفضل بالأول وبالآخر لا لله طبعا أكيد بكل الأحوال والنعم بالله، وبالدرجة الثانية هو لشاشة التلفزيون الأردني اللي دائما بتوصل أصواتنا لكل المشاهدين لكل المتابعين إن كان داخل الوطن أو حتى خارجه، لكل حدا بيشوفنا ولكل حدا بسمعنا. فدائما الشكر موصول لشاشة التلفزيون ولإدارتها وكل كوادرها. بالأول وبالآخر إحنا بس اللي بنطلع قدامكم، ولكن كتير في ناس بتشتغل خلف الكواليس. الله يعطيهم ألف عافية جميعا، وربنا يديم هالشاشة الكريمة لأبنائها ولمشاهديها، وكمان لأبنائها من العاملين تحت ظل هالمؤسسة العريقة اللي ربت أجيال للإعلام العربي والأردني تحديدا. دمتم بألف خير، ديروا بالكم على حالكم، وأشوفكم على خير وسلامة. وبكرة بدي أعمل أشياء بسيطة عشان تساعد ست البيت تعمل سفرة بدون ما تضيع وقتها كتير بالمطبخ. نشوفكم غدا إن شاء الله. باي باي.